تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج مستمعينا نفتح آفاق التواصل معكم لاستقبال آرائكم، ملاحظاتكم، اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد والمتجدد بكم، والذي نتمنى أن تكون إن شاء الله يعني ساعة إذاعية مليئة بالمعلومة التي تصل بنا إلى نمط الحياة الصحي، ويعني بالتالي إلى السعادة المرجوة التي نتمناها لهذا المجتمع. طيب، أرقام التواصل معنا 600-551414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. ونتمنى مشاركتكم في المواضيع اللي ما نطرحها، وأيضا يا جماعة الخير الاقتراحات والملاحظات اللي تكون عندكم ترى لها أهمية كبيرة بالنسبة لنا، ونسعى أن نحن نطور خدماتنا مثل ما ذكرنا من شوية بشكل كبير، لي يعني على الأقل نوصل إلى المتوقع منكم، والخدمات ما راح تتطور من غير ملاحظاتكم. طيب، قبل ندخل على دراستنا معانا عبر الهاتف الزميل يوسف سعد. هنالك الكثير من الفعاليات اللي تشهدها الهيئة اليوم بالتحديد، فمناخذ جولة سريعة حول أهم ما يجري على أرض الواقع في هيئة الصحة بدبي من فعاليات، من أمور ممكن نحن يعني نسلط الضوء عليها. صبحك الله بالخير يوسف. صباح الخير محمود، صباح الخير أعزائي المستمعين ومتابعي برنامج صحة وسعادة. هيئة الصحة بدبي محمود كما ترفع شعار مجتمع أكثر صحة وسعادة، هي أيضا ترفع شعار النشاط. هيئة الصحة اليوم فيها أكثر من نشاط قبل قليل، وبالتحديد من مدرسة البحث العلمي في دبي بشرنا معالي حميد القصامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة في دبي، مشروع أحد أهم المشروعات في الحقيقة التي تطلقها الهيئة لمراقبة والأمراض المعدية والوقاية منها. المشروع محمود مشروع حصانة، هكذا أسمته الهيئة. هذا المشروع الطموح قائم على أفضل التقنيات الذكية في العالم، وهو يمثل شبكة متكاملة وشاملة للرعاية الصحية في دبي، وبدأته اليوم الهيئة كمرحلة أولى أو خطوة أولى في المدارس، وهو يستهدف جميع الطلبة ويستهدف وقايتهم من الأمراض المعدية بنظام متكامل ومتطور للتحصين من هذه الأمراض. جميل. المشروع أيضا أحد أهم المشروعات الداعمة لإكسبو دبي 2020 إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. طيب، في أشياء ثانية بعد على الأجندة؟ على الأجندة أيضا أنا متواجد حاليا محمود في مركز ند الحمر الصحي، حيث تفاعلت هيئة الصحة بدبي أيضا مع احتفالات الدولة واحتفالات العالم باليوم العالمي للعمال
الذي يصادف سنويا في الأول من مايو. الجميع العمال الهيئة فتحت أبواب مستشفياتها ومراكزها الصحية بشكل عام لجميع العمال سواء المنتسبين العاملين فيها أو غيرهم لإجراء مجموعة من الفحوصات. الهيئة أيضا كما هي معتادة سنويا بتحتفل بيوم العمال بطريقتها الخاصة بفتح مجموعة كما قلت مجموعة من الفحوصات المجانية مقدمة للعمال، فحوصات الضغط، فحوصات السكري، فحوصات الشبكية شبكية العين وما غير ذلك من الفحوصات الأساسية والمبدئية. هنا في زحام شديد شوية في مركز ند الحمر، عمال كتير واقفين يصطفون فعلا في على أجهزة قياس الضغط والسكري وفحص السكري، وبعد قليل ستشارك جميع قيادات الهيئة في مقدمتهم معالي القطامي في هذه الاحتفالات التي ترسخ وتؤكد على الحياة الكريمة والرعاية الصحية المتكاملة التي توفرها الدولة الإمارات بشكل عام ودبي على وجه التحديد للعمال. وهذا هذه فعالية أخ محمود وأعزائي المستمعين تعكس أيضا أن حقوق العمال وحياتهم الكريمة التي يعيشون أو يحظون بها في دولة الإمارات لا تشمل فقط حقوق مادية واجتماعية بل وحقوق أيضا أو خدمات صحية ورعاية متكاملة تقدمها الهيئة وتقدمها المنشآت الصحية بوجه عام في الدولة. جميل جدا. طيب يوسف، يعني تعطينا بس آخر يعني انطباعات عن برنامج حصانة، شو اللي صار بالضبط؟ أنا برجع للبرنامج إن شاء الله اليوم نركز حلقتنا بعد على هذا الموضوع. المشروع حصانة محمود هو يعني تفصيلا المشروع ليس فقط بيفيد المجتمع أو يفيد الهيئة فيه أو بيمكن الهيئة، التقنيات التي يستند إليها مشروع حصانة محمود تمكن الهيئة وتزيد قدرتها في مراقبة ورصد جميع الأمراض المعدية والأوبئة بدقة شديدة، إمكانيات عالية أيضا لقياس معدلات انتشار لا قدر الله أي مرض معدي، وإمكانيات عالية أيضا للتعامل مع أي حالة طارئة في مثل هذه مرتبطة بهذه الأمراض. المشروع لا يفيد فقط الهيئة ولا يفيد المجتمع بوجه عام بل يفيد كمان أيضا أولياء الأمور، ونحن نتحدث اليوم عن المدارس كخطوة أولى مرحلة أولى للمشروع أنه يطبق في يستهدف طلبة المدارس. المشروع يفيد ولي الأمر نفسه، سيكون هناك سجل يعني يتابع تطعيمات الطلبة والأطفال بوجه عام بشكل دقيق جدا، مواعيد التطعيمات ونوع التحصين اللازم في كل فترة بشكل مسبق، سيكون ولي الأمر على علم بهذا. أي طالب سيراجع أي مستشفى أو أي مركز صحي في دبي سيكون الطبيب الذي يراجع على علم تام بما حصل عليه الطالب من تطعيمات. المهم في المشروع محمود أيضا أن هذا المشروع يتخلص تماما من جميع الإجراءات والمعاملات الورقية المتبعة في إجراءات وآليات التطعيم، بمعنى أن هناك جميع السجلات ستكون سجلات إلكترونية، بإمكان ولي الأمر أيضا تنزيل تطبيق توصلي الذي تتبنى الهيئة. هذا التطبيق فيه جميع المعلومات عن الطالب أو عن الطفل وتطعيماته والأمراض التي تحصن منها والفترة المستقبلية المفروض التطعيمات اللازمة الواجب أنه هو يحصل عليها. نفس الفائدة تنسحب على الطاقم الطبي، حيث أن سيكون بمقدور أي طبيب الاطلاع على مجمل التطعيمات التي حصل عليها الطالب أو الطفل بشكل عام للتعامل مع أي حالة صحية قد تطرأ على مثلا طالب يعني الله يحفظهم
في أي وقت. جميل يوسف، يعني هني أنا أبغى تتطرق بعد كذلك عن 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 سياسة الصحة المدرسية اللي كشفت عنها الهيئة في 2018-2021. هذه طبعا اعتمدها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. مشروع حصانة بيمثل الخطوة عملية وترجمة حقيقية على أرض الواقع لسياسة الصحة المدرسية المدرسية التي تفضل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي باعتمادها مؤخرا. هذه السياسة التي تستهدف حماية الطلبة ليس فقط من الأمراض السارية وغير السارية، بل زيادة تعزيز الصحة المدرسية في مدرسنا وفي أوساط الطلبة واستهداف الطلبة ببرامج تغذية سليمة، أنماط تعودهم على أنماط صحية سليمة، استهدافهم كذلك بدعم جهود اللياقة البدنية والإدارات المدرسية نفسها التي تبذل، نعلم أن الإدارات المدرسية تبذل مجهود في تعويد الطلبة أو يعني غرس مفاهيم اللياقة الصحية والبدنية في أنفسهم، والتحصين باللقاحات الأساسية واحد من المحاور الأساسية في هذه السياسة طبعا. يوسف نحن شاكرين لك، وإن شاء الله يا رب نحن مستمرين مع مستمعينا من سلط الضوء أكثر على هذا الموضوع من أصحاب الشأن إذا انصح التعبير من قطاع الرعاية الصحية الأولية بعد الفاصل. شكرا لك الزميل يوسف سعد، وأيضا ننتقل إلى فاصل بعد الفاصل إن شاء الله متواصل معاكم. اللي عنده أي مداخلة يا جماعة الخير لينا نهاية البرنامج، نحن بعدنا موجودين معاكم، تعالوا من الحين عندكم بعد هذا الفاصل، وعندنا يعني فاصل آخر بعد كذلك، فالمجال مفتوح قدامكم على 600-55-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم صح وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. إذا ما زلنا متواصلين معاكم مستمعينا عبر الأرقام التالية 600-55-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. وضمن استراتيجية الصحة المدرسية في إمارة دبي، هذه الاستراتيجية اللي اعتمدها مؤخرا سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، يعني أطلقت هيئة الصحة بدبي قبل شوية برنامج حصانة. هذا البرنامج يهدف لتعزيز سبل الوقاية من الأمراض في أوساط الطلبة وحمايتهم والحفاظ على لياقتهم البدنية والذهنية، هذا كله في إطار الوضع تحسين الوضع الصحي للسكان بشكل عام، وأيضا خطوة على طريق الوصول للهدف الاستراتيجي اللي تسعى له هيئة الصحة، وهو الوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة. عندنا عبر الهاتف الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير دكتورة، ومنتكلم حول موضوع استراتيجية الصحة المدرسية وبرنامج حصانة بشكل خاص، فياليت أول شيء مبروك على إطلاق البرنامج، وخبرينا فكرة عامة عن البرنامج وأهميته. أهلا وسهلا فيكم، صباح النور، وأهلا وسهلا بالمستمعين الكرام. الله يبارك في حياتكم إن شاء الله، ومن نجاح إلى نجاح دائما في هيئة الصحة في دبي. طبعا برنامج حصانة مثل ما تفضلت هو برنامج إلكتروني رح يمر في عدة مراحل للتنفيذ. المرحلة الأولى اللي تم إطلاقها اليوم هي متابعة تحصين ووقاية طلبة المدارس من الأمراض الوبائية والأمراض المعدية عبر متابعة حالات هذه الأمراض ومتابعة البرنامج برامج التطعيم في المدارس. طبعا رح يمر برنامج حصانة في عدة مراحل أخرى. المرحلة الثانية إن شاء الله اللي رح نعلن عنها عن قريب رح تكون الملف الإلكتروني للطالب في المدرسة اللي رح يمكن
موظفين الصحة المدرسية من ممرضات وأطباء من أنهم يسجلون حالة الحالة المرضية للطالب بطريقة إلكترونية، ويكون في ربط بينها وبين المستشفيات اللي تتعامل معهم هذه المدرسة. فراح يكون في مثل نظام موحد شامل لصحة الطلبة أثناء تواجدهم في المدارس إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. تقريبا دكتورة كم مدرسة بيشمل هذا النظام، وكم عدد الطلبة اللي أنتوا تستهدفونهم من خلال هذه؟ هو أولا البرنامج حصانة احنا أطلقناه في كافة المدارس الخاصة في إمارة دبي ل 279 مدرسة بالضبط. في البداية نحن الحين على أساس أن فترة امتحانات بدينا في 5 مدارس، وإن شاء الله بعد الانتهاء من فترة الامتحانات راح يتم الإطلاق في كافة المدارس. المرحلة الأولى راح تكون تسجيل التطعيمات والتحصين ومشاكل التطعيم اللي قد تنتج عن حساسيات أو عن أي مضاعفات أخرى في برنامج حصانة. طبعا هذا راح يكون له أكثر من فائدة. أول فائدة للأهالي لأولياء الأمور أنهم يقدرون يتابعون برامج التحصين لأطفالهم ويتابعون حالاتهم إذا لا سمح الله صارت في أي مضاعفات. كيف يتابعونها دكتورة؟ في عن طريق التطبيق، في تطبيق ذكي مرتبط بحصانة، يقدر ولي الأمر أن ينزل على هاتف الذكي ويقدر يتابع حالة التطعيم. حتى الموافقة على التطعيم تتم عن طريق طريقة إلكترونية عن طريق بعد التطبيق الذكي. التطبيق الذكي هو طفلي دكتورة ولا في تطبيق؟ لا هو نفس الطفلي. احنا لأن ما حبينا أن يكون في أكثر من تطبيق لنفس الخدمة فممكن أولياء الأمور يتلخبطون، فحطينا هالخدمات كلها على تطبيق الهيئة اللي هو طفلي اللي هو يرعى برقم بطاقة الهوية ويقدر يحصل هذا. أي ممتاز بالضبط. وهو مجاني يعني يقدر أي ولي أمر أن ينزل، حتى الأولياء الأمور اللي ما عند عيالهم ملفات في هيئة الصحة في مستشفيات يقدرون ينزلون يستفيدون من الخدمة. ممتاز. فهو راح يكون معمم على كافة المدارس الخاصة في إمارة دبي. أولياء الأمور يقدرون يتابعون حالات أبنائهم، وإذا لا سمح الله صارت أي مضاعفات تستدعي أي تدخل طبي يتم إبلاغ ولي الأمر عن طريق هذا التطبيق. طيب دكتورة إذا تسمحي لي أنا بقاطعك باخذ أبو عبد الله معانا كمداخلة ومنكمل الحوار. تفضل أبو عبد الله. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. صبحكم الله بالخير والنور السرور. بس بغينا نشارك بخصوص البرنامج اللي حاطينه، البرنامج حصاني بخصوص نعم. رعاية الطلاب وهذا، يعني الحين نحن على نهاية السنة خلاص ما في فائدة نتكلم عن نهاية السنة. بخصوص بداية السنة يعني البرنامج هذا شو راح يفرق مع الطالب؟ يعني راح تخفون وزن الشنطة الحقيبة يعني، ولا احنا تكلمنا قبل أسبوعين عن الموضوع إن في وزن وفي تكلمنا أبو عبد الله في هذا الموضوع. ايه تكلمنا وتواصلنا ما شفنا أي شيء، بس في مدارس معينة حطوا فيها اللوكر بخصوص التصوير يمكن. بس أنا عندي بنتي لين الحين في مدرسة محمد بن راشد في محيصنة في مدهر تشيل تقريبا 11 كيلو وتركب دري. إذا أنا بتكلم عن صحة يشوفون هذا الموضوع فيه نوع من أنواع الصحة. طيب عبد الله أنا أتذكر كان في تصريح لوزير التربية والتعليم بهذا الخصوص وذكر لكن الوزير ورد علينا في تويتر بس تطبقوا. يعني أنت تتكلم عن 200 وشيء مدرسة في مدرسة. طيب الآن موضوعنا حصانة مختلف، ترى موضوع حصانة مختلف تماما، وأيضا ما نتكلم عن الصحة المدرسية استراتيجيات الحصانة شو هي الاستراتيجيات، شو الأشياء اللي بندرسها عشان تسمع الإجابة الطالب على السنة الجاية. تسمع الإجابة إن شاء الله الدكتورة. يعني أبو عبد الله يطرح يقول أن أنتوا الآن أطلقتوا البرنامج على نهاية السنة زين وعلى بداية السنة، وأيضا من ضمن الاستراتيجية اللي أنتوا حاطينها حتى كذلك دكتورة في مواضيع خاصة كثيرة ب يعني صحة الأطفال اللي فيها تشجيع الأطفال على التناول الكافي من الخضروات، تعزيز النشاط البدني، الإشراف الصحي على المعايير الصحية اللي تطبقها هيئة الصحة بدبي. لكن نرجع لحصانة، يمكن أبو عبد الله ما فهم موضوع حصانة بشكل واضح، خلينا نتكلم على هذا الموضوع ونتكلم بعد كذلك على بعض الأنماط الصحية الخاصة بالاستراتيجية اللي تم إطلاقها للصحة المدرسية. تفضل دكتورة. هو طبعا برنامج حصانة معني فقط بمتابعة وتقصي الحالات الوبائية
اللي هي الأمراض المعدية، وكيفية التخلص منها أو الوقاية منها عن طريق التحصين أو العلاج أو الإبلاغ أو متابعة الحالات المخالطة للأمراض المعدية. هذا بالنسبة لبرنامج حصانة. الموضوع اللي يتكلم فيه أبو عبد الله موضوع جدا مهم صحيح. وفعلا يمس صحة الطلبة، لكن ما له علاقة ببرنامج حصانة. وهذا الموضوع مثل ما تفضلتوا أن تمت مخاطبة الوزارة فيه، وأنا عارفة أن في عدد كبير من المدارس الخاصة اللي هي لجأت لي الكتاب الإلكتروني الإلكترونية بالضبط. يعني الكتب تظل في المدرسة يا أما في الدوكرات أو في الصفوف، والطالب يقدر يحل الواجب أو يذاكر عن طريق تطبيق إلكتروني على الآيباد، ويكون في تواصل مع أولياء الأمور عن طريق البريد الإلكتروني الإيميلات. في عدد كبير من المدارس في إمارة دبي طبقت هذا المنهجية، وإن شاء الله نحن ممكن نعمل أكثر مع هيئة المعرفة على أساس أن يكون هذا التعميم على باقي المدارس كلها. الحين في ممكن حتى لو انتهت السنة الدراسية ما زالت الدوائر الحكومية تعمل، وإن شاء الله راح يكون في تواصل أكثر، لأن فعلا هذا الموضوع يمس صحة الطالب، الآلام في الظهر وممكن تكون لمضاعفات طويلة المدى على صحة الطالب، فإن شاء الله راح نتطرق لها الموضوع، راح يكون في حلول سريعة على بداية السنة الدراسية الجاية. طيب دكتورة أنا ما أعرف وقتك، إذا يسمح ممكن أخذ فاصل ونرجع لك، لأن في وايد محاور أبغى أتطرق لها في موضوع حصانة، فما أدري الموضوع يعني راجع لك أنت. لا تفضل مو مشكلة. طيب شكرا لوقتك دكتورة، ما أطلع فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله متواصل معاكم العديد من المحاور اللي ما أطرحها عن موضوع حصانة وأيضا موضوع الصحة المدرسية بشكل عام، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة، سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعاتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. صبحت الله بالخير دكتورة منال تريم، مستمرة معنا عبر الهاتف، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية. صباح الخير دكتورة مرة ثانية. أهلا وسهلا فيكم. أنا بس أتأكد أنك موجودة ولا لا، سامحين عادة طولنا عليك، عيسى طول علينا بالفاصل لكن مو مشكلة. دكتورة قبل لا نستكمل، في عندنا أبو عبد الرحمن، ولا عبد الرحمن معانا؟ عبد الرحمن ناخذ بس مداخل من عبد الرحمن لأن بعد طولنا عليه على الفاصل. تفضل يا عبد الرحمن، موجود ولا راح؟ خلاص مو مشكلة. طيب دكتورة يعني كنا نتحدث عن نظام حصانة، نظام التطعيمات الإلكتروني الشامل والموحد للأطفال على نطاق المدارس والمراكز الصحية ومستشفيات إمارة دبي. قلنا يعني بيتم تطبيقه في 279 مدرسة، يعني يستهدف ما يقارب 330 ألف طالب وطالبة. إنزين هذا النظام ذكرت إنه هو أرشفة ومراجعة التحصينات والبيانات الخاصة بالتطعيمات دكتورة. الآن الأهداف اللي أنتوا تسعوا لها من خلال هذا النظام، ذكرت إنه على المستشفيات الخاصة، هل ممكن نشوفه على المستشفيات الحكومية؟ هل يعني ممكن إنه تكون المنظومة أوسع وفي شركاء استراتيجيين أكثر في هذا الموضوع؟ طبعا هو برنامج حصانة راح يغطي إمارة دبي كلها، طبعا يدخل تحت التطعيمات كلها، ليس فقط للأطفال أو لطلبة المدارس وأيضا للكبار. بيدخل في إن شاء الله تقصي الأوبئة في إمارة دبي، يعني إذا لا سمح الله صار في أي مرض معدي في أي مكان في إمارة دبي تم الإبلاغ عنه عن طريق مستشفى خاص أو حكومي، نقدر نحن نتقصى الحالة ونشوف مين هم المخالطين وكيف دخلت الحالة على الإمارة وشو الإجراءات اللي تمت لتفادي انتشار هذا المرض. تعزيز للأمن الصحي في الإمارة للأمراض اللي هي المعدية صحيح. فرح يكون طبعا الشركاء عديدين، منهم هيئة الصحة طبعا هم اللي رح يكون عندهم البرنامج، هيئة تنمية المجتمع بكل المتعاملين لها، هيئة المعرفة بكل المدارس الخاصة اللي يتم ترخيصها، المواني، مداخل الإمارة، المطار، القطاع الخاص من ناحية المستشفيات والعيادات اللي راح تقدم الخدمات للمرضى، كل هذول راح يكونون مشمولين في شبكة موحدة علشان السيطرة على انتشار الأمراض والأوبئة في إمارة دبي.
كذلك نحن داخلين على مرحلة جدا مهمة اللي هي إكسبو 2020، فرح يخدمنا البرنامج حصانة بطريقة كبيرة وموسعة للحفاظ على سلامة المقيمين والمواطنين وأيضا الزائرين اللي راح يتوجهون لإمارة دبي لزيارة فعالية إكسبو. صحيح. برنامج حصانة الحمد لله راح يكون شامل لكل هالخدمات، وراح يعطينا مثل ما تقول نظرة شاملة وشمولية على تنقلات المصابين بالأوبئة أو بالأمراض المعدية، وراح يتمكننا من أن احنا نوصل للمخالطين قبل أن يصابون بالمرض. ممتاز. ونقدر أن نحن نحميهم أو يكون في نوع من الوقاية عن طريق التطعيمات أو إعطاء المضادات الحيوية أو الأدوية قبل ما يعانون من المرض أو يصابون. جميل جميل. ناخذ دكتور عبد الرحمن، رجعلنا على الهواء. تفضل عبد الرحمن. السلام عليكم. يا هلا، تفضل يا سيدي. تعافي أستاذي. رحب بالدكتورة الغالي الله يحفظك. في نطاق جهود الهيئة في موضوع الصحة المدرسية الآن مقبل علينا رمضان، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان جميعا. آمين. ما جهود الهيئة في مسألة الجهد البدني والنشاط البدني الذي يحبذ أن يقوم به الطالب في شهر رمضان؟ الناس يأخذون رمضان على أنه وقت الدعاء والراحة، وهذا هو الحقيقة وقت كان فيه جهاد وفيه إنتاج وفيه عمل لا يخفى عليكم. فهل هذا يوجد بادرات من الهيئة مشكورة أم متروك لأساتذة وأخصائيين الصحيين النشاط البدني في المدارس؟ طيب تسمع الإجابة إن شاء الله عبد الرحمن. أنا السؤال دكتورة الحين اللي أبغى أضيفه على 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 وداخلة عبد الرحمن، أصلا ضمن الخطة أنتوا حطيتوا مسألة مهمة أن هي يعني النشاط البدني يجب أن يكون هنالك يعني مؤشرات خاصة ب وسياسات وأهداف أن تعزيز النشاط البدني عند الطلبة، اللي لأن المؤشرات الحالية تعكس أن الطلبة يعانون من السمنة، زيادة الوزن، قلة ممارسة النشاط البدني، وهذا أكيد بيزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والنفسية علينا كلنا. الآن عبد الرحمن يقول في رمضان بتخف. أنا سؤالي هل هي موجودة أصلاً؟ هل يعني إذا كانت موجودة ليش عندنا زيادة في السمنة وزيادة في الوزن حسب الأرقام والإحصائيات اللي موجودة واللي تم الإعلان عنها مؤخرا؟ أيوة، هو النشاط البدني طبعا موجود في المدارس، لكن نحن شغالين مع هيئة المعرفة لوضع أسس لمتابعة النشاط البدني، لأن اكتشفنا من وراء الدراسات اللي قمنا فيها لوضع الاستراتيجية أن في بعض المدارس قد تستغني عن حصص النشاط البدني على أساس أن تعطي حصص تقوية لبعض الطلاب أو يعني فعاليات أو ما شابه ذلك. فرح يكون في نظام عن طريق هيئة المعرفة للتأكد من أن يتم اتباع ما تم يعني وضعه بالاستراتيجية بالنسبة للنشاط البدني. الحين النشاط البدني في رمضان، احنا يعني معروف ان الطلبة في رمضان يكونون صايمين اغلبهم، وما راح يقدرون على النشاط البدني اللي قد يسبب لهم الإجهاد. الحين في فترة كبيرة من شهر رمضان داخل بالإجازة، ففي مدارس كثير ما راح تكون فيها دوامات، اما المدارس اللي فيها دوام فقد اخذ هذا في عين الاعتبار وراح يخففون اذا ما لغوا حصص النشاط البدني، على اساس بعد ان الجو الحين دخلنا نحن تقريبا في الجو الحار وقد يؤثر سلبيا على صحه الطالب، فهذا ماخوذ بعين الاعتبار. لكن النشاط البدني اللي نحن راح نتابعه هو الفتره الثانيه اللي هي مش داخله في شهر رمضان المبارك، ضمن راح يكون في متابعة ضمن البرنامج دكتورة. البرامج الاستراتيجية اللي انتو حطيتوها في يعني محور مهم جدا ان تعزيز النشاط الوطني ليكون اكثر من 150 دقيقة في الاسبوع. ايوة، وهذا بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية وبناء على ما يعني الممارسات اللي متبعة سواء في عن طريق الوزارة الحكومة الاتحادية أو الدول المشابهة. احنا قمنا ب
بإيجاد دراسة معيارية بيننا وبينهم. الحين النشاط البدني مثل ما تفضلت أنه جدا مهم للحفاظ على صحة وسلامة الطالب، ولكن في جزء كبير من نجاح هذه السياسة أو الحفاظ على صحة وسلامة الأطفال يكون داخل البيت في الفترة اللي لا يتواجد فيها الطالب في المدرسة. صحيح. لأن الطالب يتواجد في المدرسة 7 أو 8 ساعات، لكن الفترة اللي يقضيها في البيت لازم المحافظة على أسلوب حياة صحية، أكل، نشاط، حتى خارج المدرسة مشاركته في بعض الرياضات، بعض الفعاليات اللي هي تشجع على أن يكون عايش في نمط حياة صحية، متابعة أكله من قبل ولي الأمر. فهذا كله منظومة كاملة للحفاظ على سلامته وليس فقط ممارسة للنشاط البدني في المدرسة. جميل دكتورة. إذن يعني المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية تعزيز أنماط الحياة الصحية، الوقاية من الأمراض والكشف المبكر، وأيضا تطوير نظم المعلومات والبحوث الصحية. وأنت ذكرت شركاء استراتيجيين معاكم، لكن أعتقد الشريك الاستراتيجي الأساسي في هذه المنظومة هم أولياء الأمور. طبعا ولي الأمر له دور كبير مثل ما تفضلت، أن ولي الأمر هو أكثر واحد يقدر يأثر على أسلوب حياة الطالب أن تكون صحية أو غير صحية، غير على أن الطالب يقضي معظم وقته خارج المدرسة. في المدرسة جزاهم الله خير المسؤولين عن مراقبة المدارس ما تقصرون، لكن الممارسات الخاطئة اللي قد تحصل أثناء وجود الطالب خارج المدرسة نحن بعد لازم ننتبه لها، وهذا الشيء بيدعم أن نجاح الاستراتيجية، وأيضا بيدعم كل الجهود المبذولة من قبل حكومة دبي على أساس أن هذه الأطفال والطلبة يعيشون بحياة سليمة وصحية، ونحن مقدرين الجهود اللي يبذلونها أولياء الأمور، لذلك شاركناهم معنا في وضع الاستراتيجية. كان لهم دور كبير، اجتمعنا وياهم أكثر من مرة، أولياء أمور من جنسيات مختلفة، فئات عمرية للأطفال مختلفة، شاركوا معنا في كل المحاور لوضع الاستراتيجية اللي أصلا بتفيد وبتمس صحة وسلامة أطفالهم، وهم ما زالوا يشاركون معنا في ورش العمل لتحقيق المبادرات هذه اللي في الاستراتيجية. جميل. وإن شاء الله بجهودهم وجهود المعنيين في الحكومة راح نقدر أن هذه الاستراتيجية تنجح، واستراتيجيات ثانية أيضا معنية بصحة وسلامة المجتمع. جميل دكتورة. يعني حصانة شوية ما نبعد عنه، ما نتكلم عن الأكثر الأمراض اللي يعني تواجه الأطفال أو الطلاب إن صح التعبير في المدارس عندكم أنتم من خلال يعني دراساتكم في الرعاية الصحية الأولية، شو هي أبرز الشغلات غير السمنة؟ طبعا الطلبة في المدارس يهمني جدا الحفاظ على برنامج التطعيمات، أن يأخذون التطعيمات في الوقت المناسب لأنها تعتمد على العمر، وأن ما يكون في أي مضاعفات للتطعيمات. فهذا البرنامج وطني والحمد لله ناجح جدا ومستمر في كافة المدارس في إمارة دبي. أما بالنسبة للأمراض الثانية اللي قد يتعرض لها الطالب مثل ما ذكرت السمنة، وأمراض ثانية متعلقة بأسلوب حياة صحي، مثل السكري، في بعض الأطفال يكون عندهم السكري، في بعض الأطفال يكون عندهم أمراض الحساسية والربو، في عندنا بعد الأمراض اللي الأسنان. بالضبط. أي. الأسنان، لأن كان في دراسة نحن قدمناها قبل سنتين اللي هي تأكد أن نسبة التسوس جدا مرتفعة. وانتوا عندكم برامج معينة سويتوها دكتورة لمكافحة هذا الموضوع؟ طبعا احنا عندنا برنامج لنحن قائم للتوعية بأهمية الحفاظ على صحة وسلامة الأسنان واللثة. غير عن هذا نحن في هيئة الصحة في دبي عندنا حافلتين اللي هم العيادات المتنقلة لطب الأسنان اللي تزور المدارس بهدف التوعية والكشف المبكر على أسنان الطلبة. لكن نرجع ونقول أن أهم شريك في نجاح هذه البرامج هم أولياء الأمور. صحيح. لأن الممارسات الصحية في المنزل هي تأثر بشكل كبير على نجاح هذه البرامج. فإن شاء الله يعني راح نشوف لما نعمل الدراسة مرتين راح نشوف النتائج الإيجابية اللي طلعنا فيها من وراء هذه البرامج، وهي نشر الوعي الصحي ونشر التثقيف عند أولياء الأمور وعند المدرسين
والعاملين في الصحة المدرسية والطلبة نفسهم. جميل. دكتورة أنت طبيبة عيون يعني في الأساس، فأيضا مشاكل ضعف النظر بعد كذلك عند الأطفال، خاصة مع نمط الحياة الحالي اللي نحن يعيشونه أطفالنا وفق هذه التكنولوجيا والراحة وغيرها، فواحدة من المشاكل الرئيسية بالنسبة لهم العيون. طبعا هو يأثر على النظر، الإفراط في استخدام الهواتف ولا الآيبادات. فنحن دائما ننصح أولياء الأمور أن يكون في فترة من الراحة أن الطالب يريح النظر شوية، وعدم استخدام الآيبادات أو الهواتف النقالة مدة طويلة في اليوم. الأجهزة اللوحية يعني. أيضا تدريب النظر، أن يطلع الطالب خارج المنزل يدرب نظره على النظر البعيد والقريب، فاللعب في الحدائق، اللعب في الأماكن المفتوحة، هذه كلها تساهم في حماية النظر، مش بس تقليل من السمنة، أيضا النظر يتأثر بهالأشياء. فهاي كلها ممارسات صحية نحن ننصح فيها على أساس نحمي الطالب من أمراض كثيرة، مش بس السمنة وارتفاع نسبة السكري، أيضا النظر والحواس الثانية اللي ممكن أن الطالب ينميها بهذه القدرات والتمارين. ممتاز. دكتور أنتوا عندكم الكثير من البرامج والمبادرات في كل هذه الأمراض، سواء كانت الأسنان، فحص العيون، السمنة وغيرها، وهذه كلها تخضع أيضا دكتورة لي يعني اعتمادات هذه الخدمات، خدمات الصحة المدرسية يعني تسعون أن تحصل على أنظمة الاعتمادات الدولية بشكل مستمر. في نقطة مهمة دكتورة، يعني آخر نقطة بتكلم فيها اللي هي خاصة بالصحة النفسية لطلبة المدارس، يا ترى شو اللي تسوونه أنتوا في هذا المجال؟ طبعا الصحة النفسية لها دور كبير في صحة وسلامة طلبة المدارس، وهذا المشروع تم العمل عليه من قبل فريق عمل اشتغلوا على اعتماد السياسة أو استراتيجية الصحة النفسية للفئات العمرية كلها، وكانوا أيضا معنا شركاء هم المدارس الخاصة وهيئة المعرفة، حيث أن بيوفرون أخصائيين اجتماعيين في المدارس للتعرف على الحالات اللي قد تتأثر ب أو يكون عندها تأثر في الصحة النفسية، ويتم تحويلها لطبيب الأسرة أو تحويلها للأخصائي بأسرع وقت. فمهم جدا عندنا الكشف المبكر عن هذه الحالات، وأنه يتم تحويلها للأخصائيين لتفادي المضاعفات اللي قد تنتج عن تأخر اكتشاف الحالة. والعمل طبعا راح يكون ليس فقط مع الطالب، مع البيئة اللي الطالب متواجد فيها من أولياء أمور، من مدرسين، من موظفين في الصحة المدرسية، فكلهم لهم دور في إنجاح التدخل المبكر أو العلاج لهذا الطالب. جميل. واللي يحطون المنهج الدكتور يخفون شوية على الطلبة مساكين. والله طلابنا ما شاء الله عليهم، الأطفال في الإمارات يقدرون واحد مع تقدم التكنولوجيا، فما ينخاف عليهم ما شاء الله عليهم. ما شاء الله عليهم، الله يحفظهم إن شاء الله. ونحن شاكرين لك دكتورة، أدري طولنا عليك، لكن يعني موضوع مهم جدا والناس دائما ما تسأل عنه، فقلنا يعني نستغل فرصة أنك أنت موجودة معانا على الهواء، ونحاول أن نوضح كل هذه المسائل والجهود اللي أنتم تبذلونها، وأيضا مثل ما ذكرنا أن الشريك الرئيسي بالنسبة لنا نحن هم أولياء الأمور، بعدين من خلالهم نقدر نحن نضع سياسة فاعلة للصحة المدرسية، وهذه السياسة اللي أو الخطة اللي يعني من 2018 لين 2021. فيعطيكم العافية وشاكرين لك دكتورة هذه المداخلة. إذا في كلمة أخيرة تبغين تقولينها قبل أختم معك. نحن بس نبغى نشكركم على جهودكم المبذولة في نشر الوعي والتعريف بمبادرات هيئة الصحة في دبي، ومع تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والسعادة إن شاء الله. شكرا لك. كانت معنا عبر الهاتف الدكتورة منال تريم، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية. طبعا الهيئة يعني في عندها سياسة معتمدة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، هذه السياسة اللي تقوم بها الإمارة لتعزيز الصحة المدرسية والتشجيع على تبني الطلبة لأنماط الحياة الصحية للوصول إلى مجتمع أكثر
صحة وسعادة. قبل نختم أنا في عندي مقالة جميلة، بما أن اليوم يعني يوم العمال، فيعني في أحد الكتاب يقول كانت الأم تريزا تزور مصنع في الهند، فلفت انتباهها عامل في الزاوية من زوايا المصنع يغني وفي على وجهه علامات السعادة. قربت منه فشافته يجمع براغي، عرفتوا براغي، ويحطها في كراتين خاصة. زين، هذه الكراتين يعني اللي استغربت منها ماما تريزا، فسألته قالت أنت شو تسوي؟ قال والله أنا أصنع طائرات. قالت كيف تصنع طائرات؟ قال لا، هذه الطلبية نحن نوصلها لتصنيع الطائرات العملاقة اللي أنت تركبينها، ومستحيل تطير من غير هذه البراغي الصغيرة. هني الفكرة وين؟ الفكرة أنك أنت تحدد قيمتك في الحياة. في فرق ما بين اللي يشوف نفسه يجمع براغي ويحطها في كرتون، لا، واللي يشوف نفسه أن هذه البراغي تساهم في تصنيع طائرات يطيرون فيها الناس. شفتوا الفرق؟ إذا أنت تشوف مهنتك بأنك أنت مجرد مدرس تعلم الليهال، فرق عن يوم تشوف أنت نفسك مدرس تصنع رجال. شفتوا الهدف كيف يختلف؟ أنت لما تكون طبيب تعالج الناس يعني، غير عن لما تشوف نفسك أنك أنت إنسان تخفف من آلام البشرية، ربة الأسرة في البيت. أنت ترى شخص مهم جدا، رب العالمين عطاك يعني رسالة كبيرة أنك أنت تصنعين أعظم شغلة في الحياة، هي صناعة الإنسان. هذه الرسالة اللي بغينا نطرشها لكم إن شاء الله في هذا اليوم، يوم العمال العالمي، ونحن إن شاء الله يا رب الكل يشوف نفسه منتج بشكل كبير. فحتى عيسى أنت يعني أنت قاعد تقوم برسالة كبيرة، ميرا بعد كذلك تقوم برسالة كبيرة، وأنا يعني أصغر واحد فيكم من ناحية الرسالة، أنا أوصل الرسائل اللي أنتم تبغون تقولونها للناس، فأنا مجرد موصل، ولكن يعني الفكرة الرئيسية أن الواحد ينظر إلى عمله بشكل كبير. سامحني عيسى طولت، شكرا ميرا الخفلي، شكرا عيسى سبيل كان معنا في الإخراج وفي الإعداد، أيضا كان معنا الزميل يوسف سعد، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد، نقول لكم في الختام دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.